أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. رسالة أخرى بعث بها أحد الإخوة يقول في هذا السؤال: كما هو معلوم فضيلة الشيخ بأن أعمال الحج مع عظمها يسيرة ولا تستغرق وقتا كبيرا، ولكن السؤال يبقى: ما حكم من أدى جميع أعمال الحج وهو صامت عن الذكر وتلاوة القرآن، فمثلا يطوف ويسعى وهو ساكت ويمضي يوم عرفة ما بين أكل وشرب وشراء ونوم وأحاديث جانبية مع رفقته؟ ما حكم الحديث الجانبية أثناء موسم الحج، وهل يعتبر الحج والحالة هذه صحيح أم غير صحيح؟ إذا أدى مناسك الحج على الوجه المطلوب حجه صحيح، وأما الدعاء في الطواف والدعاء في السعي والدعاء في عرفة فإنه مستحب ليس بواجب، فإذا تركه فإنه يكون تاركا لسنة وحجه صحيح، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يهمل الدعاء لأنه بحاجة إلى الدعاء، وأيضا الدعاء في هذه المواطن وفي هذه المناسك مظنة الإجابة، فلا ينبغي للمسلم أن يهمل الدعاء في مناسك الحج، بل عليه أن يجتهد في الدعاء، ولا مانع أن يتحدث بعض الأحيان حديث مباح أو يسأل عما يحتاج إليه، تحدث مع رفقائه لا مانع من ذلك، ولكن لا يجعل الوقت كله للحديث والكلام، وإنما يخصص جزءا من الوقت في عرفة للدعاء، فمثلا بعد العصر خصصه للدعاء فينشغل بالدعاء والذكر، كذلك في الطواف والسعي ينبغي له أن يشغل أشواط الطواف وأشواط السعي للدعاء والذكر، ولا مانع أنه يتكلم مع من حوله لا سيما إذا احتاج إلى الكلام أو السؤال عن شيء لا بأس بذلك، لكن مهما أمكن أن يستغل الوقت الدعاء فهو أفضل له. نعم.